انا عايز منه مشغله الخط بالنيش، وهي متحمسه جدا العمده ان هي تشغل من نيش لشرم الشيخ خط طيران زي بتاع زي بتاع الغردقه بالظبط كده. على فكره هم شغالين غردقه ثلاث او اربع رحلات وشغالين كويس قوي. وطبعا ده كانت اثر ان احنا ما طلعناش وما عملناش دعايه في صربيا، عشان كده احنا السنه اللي فاتت انا طلعت لهذا الغرض، عشان لان هو ما فيش دعايه ما حدش هيجي لك. صحيح، ومصر عارفك مصر كمان من الوجهات المفضله بالظبط كده، وشرم الشيخ دي مدينه هم شافوها. صحيح، ده منتجع عالمي، ده منتجع كلامي. واحنا امبارح اديناهم بريفنج واتكلمناهم على ايه اللي بيتم في شرم دلوقتي، وايه مؤتمر المناخ اللي جاي له 30,000 وجاي له 120 شخصيه عامه. الكلام ده كلمناهم معاهم امبارح عشان نوريهم قيمه شرم الشيخ. هي مصممه جدا ومصره جدا انها تشغل خط من نيش لشرم الشيخ. النهارده احنا عندنا رئيس اير كايرو موجود عندي هيحضر معانا دلوقتي، هي معاها الراجل بتاع شرطه الطيران بتاعها موجود معاها، هنتحدث بحيث ان يعني نشغل خطوط، نشغل طيارات شرطه. صحيح، هيكون ليه مردود بالتاكيد على السياحه وهيؤدي نفع على السياحه. احنا معاهم هم هنا هنتكلم على القريه الشبابيه اللي موجوده في شرم الشيخ. هو عنده ماينس 40 في الشتاء، انا عندي درجه حرارته تبقى 25 23، عندي شمس في الشتاء. طب تعالى اتدرب عندي، هات فرق كره. هم عندهم فرق هاند بول ووتر بول والحاجات دي هناك، عندهم قويه جدا، ابطال عالم تنس، اقبال عالم. انا عندي هنا قريه شبابيه يجي اتدرب عندي. عايز اقول الكلام ده هنناقشه دلوقتي، الكلام ده هنتكلم فيه دلوقتي، وده في الاخر هيقرب الشعوب من بعض، هيقرب يعرفهم بشرم الشيخ ان الموجودين دول كلهم بيصوروا وبيعلنوا. انا عامل لهم برنامج ساعه كبير جدا، مش عايزين نقعد، عايزين نتحرك. احنا اللي مشغلنا دلوقتي الدول اللي احنا طلعنا عملنا معاهم اتفاقيه تعاون بعد سقوط الطياره الروسيه، كازاخستان، اذربيجان، بيجونا موجودين عندنا، بيلاروسيا موجود، في عندنا رحلات، اوكرانيا طبعا حدث ولا خرج قبل الحرب. يوم الحرب وقعت كان عندي 11,000 اوكراني و 20,000 روسي. احنا الكلام ده كله عايزين نستعيده بسرعه، وبنحاول دلوقتي فتحنا مع دول عديده، وكازاخستان موجود، واذربيجان موجود، والاردن موجود، والسعوديه موجوده، ولبنان موجوده، فبنحاول نعوض العدد الضخم اللي احنا افتقدناه بسبب الحرب الاوكرانيه الروسيه، اللي نتمنى ان شاء الله تنتهي بسرعه وتعود السياحه الى سابق عصرها كما كان ان شاء الله.